احنا تهمنا النتيجه باش تعزز البقاء تاعنا في القسم الوطني الاول لكن ننتظروا مقابله قويه خاصه كما قلت مدخلة في الجو تاع الديربي ونظن بلي غادي نلعبوا مع فريق ما عنده ما يخسر باسكو نظن باللي من ناحيه العدديه الفريق ما عندهش طموح باش يبقى في القسم الوطني الاول ولهذا نظن باللي هذيك موك دو على الفريق الخصم غادي غادي نعرفوا كيش نعالجوها باش الفريق تاعنا يلعب مقابله قويه وباش نخرجوا بنتيجه مرضيه انا حضر المباراه تاعنا امام اتحاد البليده اللي ما تكون مباراه سهله تكون مباراه تقيبة. ان شاء الله حنايا نكونوا قد المسؤوليه وحنا كلاعبين انا بالمسؤوليه اللي تنتظر فينا وهي مباراه ككل المباريات الاخرى مع انت زعما كنا نقولوا حساسيه ولا وان شاء الله نكونوا في الموعد باذن الله نجيبوا النقاط الثلاث المباراه هذه غادي تكون كما المباريات الاخرى هو مباراه ديربي امام اتحاد البليده وحنا انا واجدين خدمنا هاد السيمانه ان شاء الله بنا واجدين هذه المباراه وان شاء الله يكون عرس كروي جميل امام الانصار ان شاء الله يكونوا تكون روح روح رياضيه وحنا محتاجين هاد النقاط ان شاء الله ثلاث نقاط هذه تقعد هنا في اولمبيا ان شاء الله